السلام عليكم إخواني، كيف بقيتو؟ صافا بخير صحة، أتمنى تكونوا بخير على خير وفي أحوال طيبة إن شاء الله. المهم بالنسبة للناس اللي كتعرفني، كنعتذر لكم بزاف، يعني كنت وعدتكم أنني غادي نحط في هاد لاشين هادي عدة فيديوهات على الدروب شيبين وعلى الإي كوميرس، وتعطلت يعني كان واحد التأخير خاصة يعني القراية مع الخدمة مع بزاف ديال الحوايج، خاصة شهر 12 معروف بالأعياد، أعياد الميلاد يعني الكريسماس. كنعتذر منكم، كنجدد الاعتذار ديالي. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفونيش، بغيت نعرف الاسم ديالي. الاسم ديالي هو أيوب كرم، زدت في 1996 شهر 4/5، كنسكن حاليا في مدينة القنيطرة، حاصل على الإجازة في الماناجمنت لوجيستيك اند ماركتينغ، وكنقرا ان شاء الله في ماستر اون سبلاي تشين مانجمنت. يعني الناس اللي ما كتعرفش هاد الشعبه هادي، راه شعبه زوينه، المهم عندها هي راه هادي كامل كتقرا في ليكونوميك اون جينيرال، يعني شعبه الاقتصاد، ولكن المهم تقدروا تقلبوا عليها، راه شي حاجه زوينه في يونيفرسيتي ابن طوفيل. المهم المجال التخصص ديالي او الاشتغال ديالي هو الاي كوميرس دروب شيبين موديل، يعني كان اي باي وشوبيفاي. المهم باش ما تغلطوش ما بين هاد الجوج هادو، انا هو هاد السيد هذا ماشي هو هاد السيد هذا. المهم مرحبا بكم اخواني، كنتمنى ان شاء الله نكون خفيف على القلب، ونحاول انني نشرح في الفيديوهات القادمة ان شاء الله مجال دروب شيبين خاصة في اي باي، ونحاول ان شاء الله انني ندير واحد فيديوهات كتحل المشاكل. انني لاحظت ان بزاف ديال الاصدقاء كيطيحوا في واحد المشاكل اللي ما كيلقاوش الحل ديالها في يوتيوب، وهذا الشيء هذا يعني صراحه الله كيضر في الخاطر، يعني ما يمكنش انك تبقى نهار كامل كتسني واحد الصديق انه يجاوبك انه يساعدك، ويقدر يكون يقدر ما يكونش، وما كاينش كاع الحل في يوتيوب. يعني مثلا الروتون، مثلا بزاف ديال المشاكل غنشوفهم من بعد، باش ما يبقاش حتى عند هذوك الناس اللي مازال ما بغاو يبداو، ما يبقاش عندهم ان شاء الله عاطف، وتكون الانطلاقة الصحيحة ان شاء الله معايا. يعني لاحظت ان بزاف ديال الناس تقول لك انا يلا عاد بديت، يلا عاد بديت، يلا عاد غنبدا، يلا عاد نبدا، كيطيح في المشكل الاول، يعني كيتراجع ما كيلقاش الحل، كيتراجع، وهذا هو المشكل. المهم يا اخوان، كنتمنى انه تكون استفادة القصوى، وما نكونش كنضيع عليكم وقتكم، وسمحوا لي الفيديو هذا انا عارفه غادي يكون طويل جدا، انه كيشرح بزاف ديال، نحاول انني نشرح فيه بزاف ديال المجالات، يعني مجالات اللي تحاول انك تشوف اللي مناسب ليك، خاصة مع لي كومبيتونس، يعني المؤهلات ديالك، تشوف المؤهلات ديالك وتدخل المجال. اذا كان المجال ديال الاي كوميرس عجبك غتكمل معايا، ما كانش عجبك ان شاء الله راه غتحاول تشوف بيزنس موديل اخر ان شاء الله. طال الله، راه كاينين بزاف، ما كانش على حتى شي واحد، يعني مرحبا بكم. المهم هادشي اللي كاين. المهم اخواني، قبل ما نبدا كنبغي نعطيكم واحد التنبيه، يعني الناس قبل ما نبدا في الشرح هذا ديال هاد المجالات ديال الاشتغال وهذا بحال عبر الانترنت، كنعطيكم واحد التحذير، واحد التنبيه، يعني اي مجال من هاد المجالات هادو اللي طاحت على عينك او اللي عجبك، حاول انك تقرا عليه، ما تطولش في القرايه وما تقصاش، ماشي تقرا يومين وتمشي تبدا، يعني حماس رخيص، او لا انك تبقى عام وانت كتقرا في الاخر تقدر تبدا تقدر ما تبداش، هذا هو المشكل اللي كنطيحو فيه بزاف ديال الناس. المهم نحاول ان، المهم يعني تكون، المهم دراسه، يعني الا تعديتي تعديتي يعني 3 شهور اللي جا البركه. وبغيت نعطيكم التحذير الثاني، يعني انا بديت الفيديو بالتحذيرات، يعني بالتحذير الثاني هو انه الا عجبك واحد المجال وكنتي ديجا بديتي واحد المجال، خليك في المجال ديالك، يعني ماشي انت غادي دير 3 شهور وتخدم في هذا المجال وتمشي تنقص المجال اللي موراه وتنقص من هذا المجال، يعني الدور عليك واحد 5 سنين تلقى راسك قريتي جميع المجالات، غير كتشوف يعني هذا ماشي مربح، هذا ماشي مربح، هذا ماشي مربح، اصلا يعني ما صافي في الاخر كتلاشي وكتقول الانترنت يعني ما فيهش ربح، ما كاين لا ربح لا الاشتغال، وخرافه كما قالوها بزاف ديال الناس، وهذا الشيء اللي ما صراحة الله ما بغيناش. يعني حاول انك تختار واحد المجال اللي كيتوافق مع المؤهلات ديالك وتخدم عليه ان شاء الله، والكمال على الله سبحانه وتعالى. المهم حاليا ندوزو للدروب شيبين،
كما كتعرفوا هو صنف من التجارة الإلكترونية، يعني الإي كوميرس. صراحة الله هو واحد البيزنس موديل اللي ما عمر ما سمع بكيفية الربح من الإنترنت، أو لا كيفية الشراء عبر الإنترنت. فقط كيسمع الناس أنا خدمت بار إنترنت، يعني ما كيكون عارف والو. كنقترح عليه إن شاء الله مجال دروب شيبين اللي واحد المجال اللي هو مربح، فقط إذا كانت عندك واحد الاستراتيجية وكان عندك واحد العمل دؤوب. مكيستلزمش بزاف ديال الوقت، ولكن كيستلزم شوية ديال العمل، شوية ديال الخدمة. وإن شاء الله راه الإنسان إلا حاول أنه يضبط الأمور ديالو راه كيمشي فيه مزيان. المحور ديال الدورة ديالنا إن شاء الله اللي حنا غادي نتكلمو عليها اللي هي غادي تكون دروب شيبين عبر منصة إيباي، يعني عبر بلاتفورم ديال إيباي، موقع إيباي اللي كيتيح لينا هاد الخاصية ديال دروب شيبين. كيرحب بينا، يعني كيخلينا أننا نحطو منتوجات على المنصة ديالو، سواء منتوجات محلية أو منتوجات من مواقع أخرى، أو نهزو منتوجات ناخدوهم من موقع شهير اللي هو أمازون، وعندنا علي إكسبريس، عندنا بانغوت، وعندنا كير بيست. وكتبقى شوبيفاي واحد المنصة أخرى كدير فيها الشوب ديالك، وهنا مستوى آخر إن شاء الله نطلقو ليه من بعد. يعني ماشي دابا، حنا كمبتدئين نحاولو أننا نهضرو غير على إيباي، نخدمو على إيباي، نحاولو نجيبو مبيعات، نجيبو أرباح، ونتعرفو مزيان على مجال ديال الدروب شيبين ولا الإي كوميرس. يعني هو يعني إيباي هي بوابة للناس اللي ما عارفة والو. المجال الثاني اللي فيه يمكننا نشتغلو على الإنترنت، بصراحة الله راه الناس بزاف كيشتغلو على جوجل أدسنس. جوجل ادسنس يعني انت كتربح من الاعلانات، سواء الاعلانات اللي على المقاطع الفيديو اللي كتحطها على اليوتيوب، او لا مثلا عن طريق مدونه يعني كتم فيه نشر المقالات اتسيتيرا. ومن هذوك المقالات كتحاول انك تربط هذاك الموقع ديالك، او لا هذاك الووردبريس وبلوجر، كتحاول انك تربطه مع جوجل ادسنس. وكلما كانت عندك بزاف ديال الزيارات للموقع ديالك، كلما كانت الأرباح أو الربح من اليوتيوب. يعني من اليوتيوب حاجة بسيطة، يعني كتحط فقط فيديوهات كتصل لواحد العدد ديال المشاركين، واحد عدد ديال ساعات المشاهدة، صافي كتفعل وكتربط هذيك القناة ديال اليوتيوب ديالك مع جوجل أدسنس، وكتفعل عندك الربح، ومن ثم كتبدا تربح بالإعلانات ديال جوجل أدسنس. المهم فيما يخص الربح من ادسنس اربيتراج، يعني الربح من التدوين او المدونات اللي كتكون ديرهم على الموقع ديالك، يا يعني اما كدير بلوجر وكتحاول انك دير مقالات عليه، يا يعني اما كدير موقع ووردبريس. يعني كتختار واحد انت على حسب شنو كترتاح فيه. صراحة الافضل هو ووردبريس، يعني كيكون موقع خاص بك وانت كتحاول انك تدير مقالات عليه وكتخدم. المهم باش يتم القبول ديالك في ادسنس ارفيتراج، ما عليك الا انك تنشا واحد المدونه اللي كتكون مدونه ديال ووردبريس. المدونه يعني كتمشي ماشي شجره صعبه، فقط تدخل غير اليوتيوب وتقلب كيفيه انشاء مدونه. كتحاول انك تكتب واحد 10 مقالات، اقل حاجه هي 10 مقالات تكون حصريه او معاده صياغه، يعني حصريه تكون خاصه بك تكون انت اللي كتبتيها، او لا معادله صياغه يعني تخدم مثلا من شي موقع اخر وتعاود لها الصياغه ديالها. يعني في المجمل خص يكون على الاقل يكون عندك 10 مقالات حصريه. هاد المقالات حصريه على حسب، الا كان عندك مادة انجليزيه وكتكون كنتي محترف في اللغه الانجليزيه وعندك كتقدر انك تكتب مقالات بالانجليزيه بواحد اللغه فصيحه، لكن انك ماشي شي صعيبه يعني تصاوب واحد المقالات تحاول تاخذها من مواقع اخرى ودير لها إعادة صياغة، أو لا تحاول أنك دير مقالات خاصة بك باللغة الإنجليزية، أحسن غيكون أحسن مقارنة مع اللغة العربية. المهم زيارة من أمريكا، من دولة أوروبية أو لا أمريكا، كتكون أكثر من زيارة لدولة أنا في المغرب، حيت أنا في المغرب كيكون سعر النقرة كيكون رخيص مقارنة مع أوروبا ومع أمريكا. وعلى الأقل تكون عندك 2000 زيارة، يكون عندك قالب أنيق، يعني كتمشي كتقلب على واحد القالب كتمشي تشري قالب أنيق. بالنسبة لاسم ديال الدومين، يعني كتاخد واحد الدومين
مثلا بوان كوم شي حاجه بوان نت سابا مثلا على حسب النيتش اللي غتخدم عليها. انا ضروري هنا راه كتخدم على النيتش، اسم الدومين كتمشي على الموقع ديال جدادي كتمشي كتشري منه، ما كاينش مشكل. كتحاول انك تكتب صفحه خاصه بسياسه الخصوصيه يعني برايفسي بوليسي و كونتاكت از يعني اتصل بنا، زائد راس المال باش تستطيع على حسب الدول المستهدفه، يعني باش تستطيع انك تدير واحد الحملات اعلانيه خاصه بك. عن طريق هذيك الحملات الاعلانيه كتستطيع انك تجيب الزيارات، ومن هذيك الزيارات كتخلص عليها، يعني كلما كانت الزيارات اكثر كلما كان الربح اكثر. ملي كتوفر هاد الشروط هذه كامله كتبيع الموقع ديالك لجوجل ادسنس كيتم القبول ديالك والربح من الاعلانات، زائد يكون عندك فيسبوك ادس واحد الصفحه على حسب النيتش اللي باغي تخدم عليها. كاينين النيتشات اللي صراحه مهمين فيهم الربح اكثر، مثلا النيتش ديال الطوموبيلات السيارات، النيتش ديال المجوهرات. المهم انت كتحاول تشوف انك النيتش اللي تقدر انك تبرع فيها، مثلا اعلان خاص بمواد ديال التنظيف ماشي هو اعلان خاص بالبيع ديال اجهزه منزليه او البيع ديال السيارات. المهم هذا كل شيء فيما يخص الاساس اربيتراج. المهم فيما يخص اليوتيوب كنهضروا على صناعه المحتوى، يعني تحط واحد الفيديوهات اللي كتخلي الناس تتفرج فيها، والناس كتفرج مني كتفرج فيها واحد الوقيته راه كتربح انت من الاعلانات اللي كدار على القناه ديالك او لا على الفيديوهات ديالك. المهم راه يوتيوب راه معروف راه انه تابع للشركه ديال جوجل، وهنا كتربطو مع جوجل ادسنس. الشروط ديال الربح من اليوتيوب خصك ضروري بعدا تكون كتلتزم يعني بسياسه ديال جوجل ادسنس، يعني تكون كتطبقها، ما يكونش عندك الكوبي رايت، ما يكونش عندك مخالفه للحقوق الملكيه، تكون عندك واحد المحتوى اللي حصري. المهم في 2018 جات جوجل ادسنس وخلات ان دات واحد القوانين جديده، وخلات ان باش تحقق الربح من اليوتيوب خص ضروري تفرجوا في الفيديوهات ديالك 4000 ساعة، يعني الناس تفرج او المشاهدين يتفرجوا في الفيديوهات ديالك لمدة 4000 ساعة، يعني تحققت الشرط هذا، زائد يكون عندك 1000 ابوني. يعني هذيك القضية ديال سبسكرايب تبادل الاشتراكات اشترك معك وهذيك الشيء ما خدامش، يعني ضروري خص تكون عندك واحد 4000 ساعة زائد 1000 ابوني او لا 1000 مشترك. هذا فيما يخص اليوتيوب. ناخذ واحد نظرة خفيفة على اليوتيوب وكيفية صناعة المحتوى. ناخذ مثلا عندنا هنايا عندنا واحد الفيديوهات، ناخذ غير كمثال، انت كيجي واحد الشخص كيدير هنايا المهم هنا كيهز واحد اللايف كيحطو ديال المغني مثلا، هنا كياخد واحد الكلمات اتسيتيرا، كتجي كدير فيديو قصير. ناخذ مثلا ها هو نكات جزائرية 311 فيوز، يعني 1000 فيوز، يعني تبارك الله، يعني هذا ماشي شي حاجه اللي كبيره، يعني واحد الفيديو بسيط. نمر الان للمجال ديال ديسكين اللي غني عن التعريف بيان سور، لانه معروف عند الناس اللي خدامين في الويب، ما كاينش اللي ما كيعرفوش. وطبعا المغاربه يعني كيحتلوا المراتب الاولى في هذا المجال هذا، خاصه المجال ديال ديسكين، وهو مجال مربح. يعني الا عرفتي كيفاش، الا اختاريتي النيتش، يعني اختاريتي النيتش المناسب، راه بيان سور راه غادي تربح منه، وارباح يعني خياليه، يعني اكثر من ممكن تتصور. يعني راه ماشي غير دروب شيبين او الافيليت اللي فيهم الشغل، يعني حتى ديسكين. المهم نمرو للتعريف ديال ديسكين. ديسكين هو اعاده تصميم جزئي ديال التطبيقات او الالعاب الهواتف الذكيه، يعني كتشد واحد الكود سورس او واحد الكود يعني ديال داك التطبيق، كتحاول تعدل عليه، يعني التعديلات كتكون طبيعة الحال على الواجهة، للكلمات، مثلا الشخصية الرئيسية اذا كانت لعبة، كنحاولو اننا نبدلو حتى على الخلفية ديال الصورة اتسيتيرا، هادشي هذا كامل بمساعدة ديال بعض التطبيقات. المهم ناخذ امثله على بعض الالعاب اللي يعني ابتداء من الكود سورس تم اعاده ديال
البرمجه ديالها. عندنا مثلا اللعبه ديال ساعه المجرد، يعني الهروب من السجن، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، خاصه الناس اللي خدموا على اللي خدامين في ديسكين. يعني هاد اللعبه هادي كانت خطيره، ما عرفتش مولاها واش حيدوا ليه الكونت ولا مازال. عندنا هاد اللعبه هادي عاوتاني، هي نفس المبدا، يعني هاد اللعبه هادي ديال الهروب ساعه المجرد من السجن، صراحه الله كانت فكره هائله وخلات مولاها يعني مبدئيا انه ربح ارباح كبيره. يعني هاد المجال هذا كيعتمد بالضرورة على أفكار جديدة، يعني على ألعاب، يعني تاخد واحد اللعبة وتحاول دير منها بزاف ديال الألعاب، أو لا غير لعبة مقابلة لها، أو لا وقت تاخد واحد التطبيق كتحاول أنك دير واحد التطبيق آخر يعني مشابه ليه في المبدأ، يعني نفس المبدأ لكن بحيثيات أخرى، يعني بديزاين آخر، بخلفيات أخرى. وهنايا كتعتمد على النيتش، يعني النيتش بالدرجة الأولى، خص تكون عندك يعني تكون عندك واحد النظرة ثقيلة كما كنقولو، وتعرف الناس اش باغا. بالنسبة للناس اللي باغا تبدا في الريسكين وما عندهاش فكرة، يعني نحاول أنني نعطيكم واحد الفكرة مبسطة، واحد الفكرة بسيطة على شنو داكشي اللي غادي تحتاج باش تبدا في الريسكين، باش تبدا في إعادة ديال التصميم ديال التطبيقات الهواتف الذكية والألعاب. عندك ضروري خص يكون عندك واحد الحساب بنكي، يعني باش تسحب الاموال ديالك، اللي ما كانش حساب بنكي او لا، وباش ضروري باش تخلص واحد القيمه، مهم خص يكون عندك حساب بنكي، او يعني الارباح يمكن لك تسحبها يا اما بحساب بنكي يا اما تسحب عن طريق ويسترن يونيون. كاين طرق اخرى. عندك هنايا خصك ضروري تكون عندك واحد 25 دولار، يعني 250 درهم، باش تفتح واحد الحساب ديال جوجل ديفلوبر. الحساب هذا اللي كتحلو في جوجل بلاي. عندك كتحل واحد الحساب اخر في جوجل ادموب. جوجل ادموب هو المسؤول، باش نعطيكم واحد الفكره، هو المسؤول على الاعلانات اللي كتعرض على الالعاب ديالك. يعني انت ما كتربحش من اللعبه، انت كتربح من الاعلانات اللي كدوز على اللعبه. يعني مثلا انك تكلم في واحد اللعبه او لا في واحد التطبيق، يعني داخل واحد التطبيق كيجي واحد الوصلة إشعارية ديال 10 ثواني أو 20 ثانية، أنا سواء كنت باغي نتفرج داك الإشعار أو لا مكنتش باغي نتفرج ليه، فهو إلزام يعني كيدوز في جوجل أدموب. يعني جوجل أدموب هو اللي كيكون مسؤول على هاد الإشعارات، هو اللي كنسحبو من الأموال. ضروري خص تكون عندك واحد المعرفة ولو بسيطة على الفوتوشوب، وضروري تنمي القدرات ديالك فيه، لأنك من بعد غادي تحتاجو، غتحتاجو بزاف، بالإضافة لبرنامج أندرويد ستوديو. المهم هاد التطبيقات هادو او الالعاب يعني اللي كنحتاجو في الديسكين، ضروري يعني كيكون عندنا واحد الكود سورس. هذاك الكود سورس او لا الاكواد، هذيك الاكواد كنحاولو اننا ندير الكود نديرو تغييرات، والكود سورس يا اما كيكون مدفوع، يعني كتخلص عليه، يعني كيكون عنده واحد القيمه، يعني كيقدر يوصل حتى المهم ما بين 0 دولار تقدر تلقاه بالمجان، او لا تقدر تلقاه حتى ب 1000 دولار، يعني على حساب التطبيق اللي واخدين منه كود سورس. هذا فيما يخص ريسكين. يعني ريسكين ما عنديش انا عليه واحد، ما عنديش فيه تجربه كبيره، حاولت انا نبسطو للناس اللي كتشوف راسها انها تقدر عندها واحد الباكاج تقدر تدخل في هذا المجال ديال ريسكين. مجال مربح الحقيقه، يعني كيستحق ضروري المحاولة. وكاينين بزاف اللي كيكون عندهم بداية في ديسكين، كيخدمو فيه، ومن بعد ملي كيجمعو واحد رأس المال كيبداو كيدوزو للدروب شيبين أو للإي كوميرس أون جينيرال. الأفيليات ماركتينغ هو التسويق عبر بالعمولة، يعني كتنخرط مثلا في مواقع مثلا إي باي، أمازون، علي إكسبريس. هاد المواقع كتعطيك واحد الرابط خاص بك، كتقوم نتايا عن طريق هذاك الرابط كتقوم انك تحاول انك تنشر ما امكن، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك، انستغرام، في الفوروم، المنتديات، في الجروبات، يعني اي بلاصه اللي تقدر انك تنشر الموقع ديالك. هذاك الرابط هو من الناس كتحاول انها تدخل، ملي كتدخل عن طريق الرابط ديالك وكتشتري مثلا منتج من امازون، كتحتسب لك واحد العموله، يعني كيكافئك الموقع بواحد العموله. بالنسبه لنا الدوره ديال الافيليات، عندنا هنايا الكاستمر، يعني كيكون في بحث على واحد المنتج
اولا واحد الخدمه انت كتحاول انك تعطيه الرابط لذاك الخدمه كيدخل منه، ملي كيدخل داك المنتج كيدخل يا اما عن طريق هذاك الرابط اللي انت كتكون يا اما ناشره في المدونه ديالك او في الفيسبوك مثلا، المجموعه الجروب ديالك، او لا تكون ناشره مثلا على الانستغرام، دير عليه واحد المقاله. يعني الزبون كيشتري المنتج ديالو، ملي كيشتري المنتج انت حد هذيك العمليه كتم، انت كتاخد واحد الكوميشن، يعني كتاخد على افري سيل، يعني اي مبيعه كتم عن طريق الرابط ديالك واحد النسبه مئويه. اهم مميزات ديال البينيفيت اوف افليت، يعني المميزات ديال هاد البروغرام هذا او هاد الموديل، يعني كتقدر تربح فيه بسرعه، يعني الربح ديالو ما نقدرش نقوله سريع ولكن كاين الربح، يعني موجود الربح الا استغليتي، الا عرفتي كيفاش تكون عندك واحد الاستراتيجيه للربح او استراتيجيه لنشر الموقع ديالك. نقدروا نستعملوه كمصدر ثاني للربح، يعني نشتغلو في الواقع ومن بعد نقدر نشتغلو به هو كمصدر ثاني للربح. ما عندكش مشكل في سميتو في التواصل مع الزبناء، لانه ماشي الاختصاص ديالك، انت فقط كتنشر الرابط ديالك والناس كتشتري من هذاك الرابط. المهم بالنسبه للسلبيات ديال هذا الموديل ديال الافيليات، المشكل هو انه الكاستمر ما تتكونش، يعني ما كيبقاش عنده فيديليتي بالنسبه لك، يعني هو ماشي ديما كيرجع للموقع ديالك. يعني الى شرا مثلا انت شرا من امازون، المره الجايه غيمشي لامازون ديريكتومون، ما غاديش يحتاج انه يجي يشري من الموقع ديالك. كاينه منافسه كثيره في هذا المجال هذا، سيرتو في المواقع الكبرى، يعني كتكون واحد المنافسه كثيره، وكتعرفوا المنافسه فيما كانت المنافسه يعني كيكون الربح ناقص. و يو ماست بي اكتيف اون سوشيال ميديا، يعني هنا خصك ضروري تكون عندك السوشيال ميديا، مثلا انستغرام، حساب انستغرام يعني فيه متتبعين كثار، يكون عندك جروب، يكون عندك مثلا فيسبوك، يعني باج فيسبوك. وهنايا يعني باش تطلع باج فيسبوك انستغرام ضروري ما خص يكون عندك واحد، تكون عندك واحد استراتيجيه ديال التسويق. المهم على سبيل المثال ناخذ بعض المواقع او لا مواقع ديال اي باي، عندنا موقع اي باي يعني كيقدم خدمه ديال الافيليات. فاش كنجيو كنقلبو هنايا كنلقاو بلي كاينه خدمه ديال الافيليات، ها هي نقدر نسجلوا منها ونديروا الافيليات. عندنا موقع امازون، حتى هو موقع امازون حتى هو عنده الافيليات، بيكوم ان افيليت. عندنا موقع علي اكسبريس حتى هو، يعني جميع المواقع صراحه الله التجاريه كتقوم بعمليه الافيليات، لان الافيليات كيخلي هاد الشركات هادو كتربح اكثر، يعني كتربح واحد الكليان جديد. عندك هنايا بارتنر بروموشن، عندنا هنايا الافيليت بروغرام، يعني حتى في علي اكسبريس. ناخدو موقع جالبس حتى هو، فوالا اسوسييت بروغرام دبركنا عليها، فوالا يعني افيليت. واخر مجال ان شاء الله غادي نطلق ليه هو تصميم ديال التيشيرت او تصميم ديال ديزاين على التيشيرتات، اللي هو صراحة الله الناس اللي ما عندهاش رأس المال وعندها خبرة في التصميم، عندها خبرة في الإليستراتور، عندها خبرة في الفوتوشوب، وتقدر انها تصمم وعندها افكار، يعني افكار ابداعية تقدر تصمم تيشيرتات. وهي فقط كتصمم تيشورتات، وكاين شركات اللي كتكلف بالطبع وكتكلف بالشحن للزبناء. يعني مثلا انت كتكون عندك غير الفكره، كتحاول مثلا بحال مثلا هذا الشكل هذا، هذا الديزاين هذا، كتكون عندك فكره وكتحاول انك تقدر دير التسويق ديال هذاك هذاك التيشورت. ولا شراو الناس بزاف، فانت كتاخذ واحد النسبه ديالك بالاقتصاد مع الشركه. اهم شركة عندنا هنا اللي كتقوم بهذه الخدمة هذه عندنا امازون، اللي هي كدير ماش باي امازون، يعني صراحة الله اللي هي فكرة هائلة. الناس اللي ما عندهاش راس المال فقط
تكون عندها غير الافكار، تكون عندها كتفهم شويه في اخر الصيحات اخر الاخبار. يعني مثلا تكون عندك غير فكره مبسطه تجي ديرها على تي شيرت، ولا كانت فكره زوينه وحبوها الناس وهما كيشتريو، ومنين كيشتريو الناس انت كتاخد النسبه ديال الارباح ديالك. كاينه شركه ماتش باي امازون، يعني انت تقدر كديزاينر انك تستافد من هذا الاخر من هذه الخدمه هذه، وكنصح بها بزاف ديال الناس خاصه اللي ما عندهمش راس المال وفيها ميدات كما كنقولوا. عندنا هنايا تيسبرين حتى هي عندها نفس المبدا، وعندنا هنايا شركه اخرى اللي هي كاستم كات حتى هي عندها نفس المبدا اتسيتيرا. يعني انت فقط كيكون خاص يكون عندك غير واحد النيتش او لا واحد كما كنقولوا الفكره. مثلا ناخذ غير مثال مثلا ديال عندنا الرئيس الامريكي ترامب، مثلا قال شي تصريح او قال شي كلمه، فقط نقدر حنا ناخذ داك الكلمه ونحطوها على تي شيرت وندير لها شي ديزاين خفيف، وهكذا راه الناس الا كانت عندها تاثير كبير وعندها واحد السايت يعني في امكان الناس تشريوها. ملي كتشريها الناس صافي انت تتربح. نقدر ناخذ مثال اخر مثلا ديال ام ان ام. مثلا ام ان ام مثلا دار واحد الالبوم موسيقي جديد، تقدر انت تاخد غير العنوان ديال الالبوم الموسيقي وتحطو، يعني غير السميه ودير بعض التغييرات بيان سور باش ما تكونش الكوبي رايت، وكتحطو هنايا عندك الحق في ما قلتش بالضبط حيت ماشي مجال الشغل ديالي، عندك في واحد العدد محدد ديال التيشيرتات كتحطهم اسبوعيا، وهنايا كلما تباعو كلما كت امازون كتزيد تثق فيك وكتعطيك كتزيد لك في الليميت كما كنقولو. عندنا بالنسبة لماش باي امازون عندنا تا شركة تسبرين، يعني الناس اللي خدامة كاين الناس خدامة بشوبيفاي، يعني عندها متجر الكتروني وكتصمم هي التيشيرت، ومن هذيك التيشيرتات كتحاول انها ملي كتسوقهم يعني كديرهم مثلا تسبرين او لا كتشوف شي موقع وكتسوقهم يعني كتبيعهم، يعني هذاك الموقع كيقوم بالطباعة ديالهم يعني كيصيفطهم للكاستمر، وانت بيان سور كتربح اتسيتيرا. هذا فيما يخص بالنسبة الربح من التيشيرتات. صح الله اللي الناس اللي عندها موهبة في الرسم وعندها موهبة في الديزاين، لما لا، يعني كتكون تجربة تقدر تكون تجربة جيدة ولما لا تكون واعرة كما كنقولوا. اخيرا عندنا موقع فايفر اللي هو موقع ديال الخدمات. مثلا كنت انت كتعرف واحد الخدمه، كتعرف تقدر تقدم واحد الخدمه عبر الانترنت، نديرو مثلا تكون مثلا كدير ديزاين ديال اللوغو، مثلا غير ديال اللوغو راه كاين الناس اللي كيستاجرو ناس باش يشريو باش يصاوبو لهم لوغوات. مثلا تكون نقولو بانر، مثلا يعني اي خدمه كتخيل انت في راسك مفيده للبشريه مفيده للناس خاصه الناس اللي كيخدموا في الويب تقدر تخدم عليها وتستعملها. مثلا الكاريكاتير، مثلا الصور، اعاده الصياغه ديال النصوص، يعني تكتب واحد النص بالانجليزيه او لا ترجمه، يعني بزاف ديال الاشكال ديال الفريلانس. واخيرا انتهينا من شرح المجالات ديال الربح ان شاء الله، الربح والشغل عبر الانترنت. يعني نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا داكشي اللي كنت كنقول، وكنرجع عاوتاني نعطيكم تحذير مره اخرى. يعني نعاود نحذركم، اللي كان عنده شي كومبيتونس وكيشوف راسو انه غادي يقدر يبرع في واحد المجال، يمشي للمجال اللي يحس بيه انه قريب ليه، وما يعتمدش غير على هذا الفيديو هذا، يحاول يقرا فيديوهات اخرى. يعني هادو فيديوهات غير هذا فيديو غير مختصر يعني على كل مجال، حاول انك تعاود تمشي تبحث اكثر على المجال اللي انت بغيتي، سواء الافيليات سواء الدروب شيبين سواء بزاف ديال المجالات. الا كان دروب شيبين حاول انك تكمل السلسله ديال الفيديوهات ديالي وكمل الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله والفيديوهات ديال الناس اخرين، حاول انك
يعني تركز بزاف على المجال واحد، الا مشيتي لمجال اخر يعني كتحكم على راسك في الاعدام، يعني جوج مجالات او ثلاثه المجالات وانت عاد مبتدئ في النت، هذا حكم الاعدام، هذا كتسمى بكل بساطه التخربيق، وهادشي اللي ما بغيتش ليكم يعني انسان يخسر من الاول، ما تبقى مشتت التركيز ديالك ما مركزش في بلاصه واحده، يعني هنا مشكل كبير. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا اخوتي، وقبل ما نمشي ان شاء الله، اللي ما داش سبسكرايب للقناه ان شاء الله يديرها ويدير شي جيم، حاول بارطاجي مع الاخوان ديالو واصدقاء. المهم بالنسبه للناس اللي باغات تدخل المجموعه ديالي ميك موني فروم دروب شيبين، مرحبا بكم اخوتي، فقط راه الرابط راه القاه في الديسكريبشن، هو وفي الصفحه ديال الاي كوميرس فيديو هي راه نفس المحتوى. مرحبا بكم مرة أخرى، واتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا. اللي عنده شي مشكل أو اللي عنده شي إشكال فقط يطرحوا في هذه المجموعة هذه، وسمحوا لي راه البريفي ما كنجاوبش عليه حيت أصلا أنا ديجا محيد فيسبوك، يعني غير كنديرو غير الشغل فقط، و فيسبوك أنسو لعيبات، واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجة فقط يحطوا هنا في هذا الجروب، وفاش نكون إن شاء الله مساهمين إن شاء الله راه غادي نجاوب، يعني ما نبخلش عليكم بالمعلومة. ومرحبا بكم يا إخواني، وفرصة سعيدة إن شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. تهلاو في راسكم.